أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز الاقتصادي من قناة الرافدين. شهدت أسعار صرف الدولار في بورصة كردستان العراق ارتفاعا ملحوظا في تداولات اليوم الأربعاء، وأوضحت مصادر صحفية أن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعا مقارنة بأمس الثلاثاء، حيث بلغ سعر البيع 148,650 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148,500 دينارا لكل 100 دولار. وتأتي هذه البيانات في وقت تواصل البورصة الرئيسة في بغداد إغلاقها نتيجة الحظر الشامل لمواجهة فيروس كورونا. قالت وزارة الزراعة الحالية في العراق إنها منعت استيراد محصولي الرقي والبطيخ اعتبارا من 11 من أيار الحالي. وأوضحت الوزارة أن القرار صدر بسبب وفرة المحصولين محليا، داعية جميع المنافذ الحدودية إلى الالتزام بتنفيذ قرار الوزارة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين حلوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نيسان المنصرم. وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 124.1% في نيسان 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث حصلت إسطنبول على أعلى نسبة حيث بلغت 20.1% من مبيعات المنازل، فيما جاءت أنقرة في المرتبة التالية. هذا ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنهم تراجعوا للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في 13 من تشرين الثاني 2020 أن أكثر من 114,000 شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلده. ارتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط بنحو 26,000 برميل يوميا خلال شهر نيسان الماضي، ليصل إلى أكثر من 25 مليون برميل يوميا. وبحسب التقرير الشهري لأوبك فإن الزيادة الأكبر جاءت من نيجيريا، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 75,000 برميل يوميا ليصل إلى 548,000 برميل يوميا، تليها إيران مسجلة زيادة قدرها 73,000 برميل يوميا، والسعودية ثالثا بزيادة قدرها 34,000 برميل، ومن ثم جاء العراق رابعا بزيادة قدرها 6,000 برميل يوميا، ليصل إنتاجه إلى نحو 4 ملايين برميل في اليوم الواحد. ارتفعت أسعار النفط معززة مكاسبها المسائية بعد أن أظهرت بيانات صناعة انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز توقعات الطلب القوية لأوبك مع اقتراب إغلاق أكبر خط أنابيب وقود أمريكي لليوم السادس. وارتفعت العقود الآجلة للخام لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا إلى 65.40 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 68.63 دولارا للبرميل، فيما أظهرت بيانات من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 من أيار الجاري. أغلقت بورصة تل أبيب على تراجع ملحوظ في عملة الشيكل في ظل عملية القصف التي تشنها المقاومة الفلسطينية على مدن الاحتلال. وتراجع الشيكل في التعاملات اليومية مسجلا 1.4% ومتأثرا بالهجمات غير المسبوقة بصواريخ الفصائل الفلسطينية التي استهدفت تل أبيب وعدة مستوطنات صهيونية، حيث بلغ سعر صرف الشيكل في التعاملات المسائية 3.49 شيكل أمام الدولار الواحد. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.